السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبناء الوطن العربي الجميل في شابتر جميل، شابتر الجوس سلو أو جوس سلو. والنهاردة إن شاء الله كلامنا عن حاجة اسمها الإلكتريك فلاكس أو الإلكتريك فلو، يعني سريان خطوط المجال الكهربي اللي هي بنسميها إيه أهي، من خلال سطح، سواء السطح ده يعني مفتوح مش مغلق او مغلق. لو احنا عندنا الكتريك فيلد ماشي في الاتجاه ده وصادف مستويين، مستوى مايل ومستوى عمودي عليه، المستوى المايل ده اتجاهه ايه؟ اتجاهه يعني اتجاه الخط العمودي على المستوى. لما نقول اتجاه مستوى ناخد الخط العمودي عليه، نفس الشيء الكرة مثلا او سطح متعرج زي كده، ناخد المماس وناخد العمودي عليه، يبقى ده اتجاه المستوى. طيب مر الالكتريك فيلد او خطوط الالكتريك فيلد مرت من السطح، هتطلع منه هنا في الاتجاه ده حاجة اسمها الفلكس، هنسميها الفاي اي. يا ترى بتساوي ايه الفاي اي؟ نفس الشيء هنا الفاي اي في الاتجاه ده بيساوي عكس نفس القيمة بس بالماينس في الاتجاه المقابل ليه أو اللي عكسه. فالفاي للإلكتريك فيلد بتساوي إيه؟ بتساوي الإي دوت الإي، قلنا الإي ده متجه العمودي على السطح اللي بيمر منه خطوط المجال الكهربي. طيب إحنا عارفين إن الدوت بتترجم لكوساين، فإي إي كوساين فاي اللي بينهم، فهنقول كده هنا في فاي أهي، زاوية فاي او زاوية ثيتا، فالاي قيمته والاي قيمة الاريا المساحة اللي بتتعرض ليها الالكتريك فيلد، والزاوية ادي الاتجاه الموجب وادي الاتجاه الموجب للاي، يبقى الزاوية دي بينهم. طبعا لو العكس هيبقى 180 اصفار. طيب فاي اي هنا، طب وهنا الفاي اي بتساوي ايه؟ بتساوي اي اي كوساين الزاوية اللي بينهم، ده موازين متوازيين الاثنين، يعني الزاوية بينهم زيرو، كوساين الزيرو بواحد، يبقى ايه ايه، يبقى هنا عندنا اي ايه الكوساين صفر بواحد، وهنا اي ايه كوساين الفاي. الكلام ده لو اسطح مفتوحة ما هياش مغلقة. طب لو اسطح مغلقة زي كده، جاوس قال لنا ان الفاي لأي سطح بيساوي الكيو انكلوز داخل هذا السطح على الابسلون نوت، اللي هو رقم ثابت 8 8 5 10 أس سالب 12. فلو قلت الفاي للاس 1، الاس 1 جواها قد ايه شحنه محصوره جواها؟ ولا شيء، يبقى زيرو. الفاي اي للاس 2، الاس 2 الكيو 2 دي براها، يبقى جواها كيو 1 بس على ابسلون نوت. اما الفاي اس 3 بتساوي لما نشوف حصر كيو 1 وكيو 2 نجمعهم باشارتهم على ابسلون نوت، موجب معناه طالع من السطح وماينس، طبعا ده بيجي من الشحنه، معناه انورد. تعالوا ناخد مجموعه مسائل نشوف القوانين دي ازاي نطبقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبناء الوطن العربي الجميل في درس جديد هو استكمال الإلكتريك فيلد. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الإلكتريك فيلد أوف ديستريبيوتد تشارج. لو عندنا لاين زي كده ثن وفي عندنا شحنة متوزعة عليه بانتظام، فعايزين نكتب الإكسبريشنز لليونيفورملي تشارج ثن رود اللي هو ده طوله L. هاجي عند الميد بوينت، يعني دي ال على 2 ودي ال على 2، وهنتكلم على الالكتريك فيلد على الاكسس اللي بيمر بالميد بوينت بس، ده اللي علينا. يا ترى هنا وهنا وهنا على بعد ار ايه الالكتريك فيلد؟ ادي طبعا نقدر نستنتج وناخد شريحه هنا او هنا زي كده، يبقى الالكتريك فيلد بالاتجاه ده، هنا نفس الشيء بقى الاتجاه ده. طبعا لما نحلل الوايات هتكنسل بعضها، يدينا بس الاكس،
هيكون بس عندنا على اللاين ده الكتريك فيلد في اتجاه الاكس، وادي الماجنتيود بتاعه. طبعا لو شحنه موجبه هيكون رايح موجب، لو شحنه سالبه هيكون رايح في اتجاه اللاين. هيساوي كي كيو تقسيم الار في الجذر التربيعي لار تربيع، والا على 2 اللي هو نص الطول تربيع. لو عندنا يعني الار صغيرة جدا، بنتكلم على نقاط هنا كده، فهنقول لما تبقى الار اصغر كتير من ال مرة، ولما تبقى الار او نقول ال بقى الار اكبر كتير من ال. طب الار صغيرة جدا يعني الحتة دي بصفر، دي موجودة، لكن دي لما تتجمع مع حاجه كبيره ما لهاش تاثير، فده هيطار هيبقى ار ال تربيع على 4 تحت الجذر يطلع بال على 2، يبقى ار ال تحت و2 تطلع فوق، هيبقى الاي بيساوي كي 2 طلعت فوق بقت 2 كيو وتحت ار ال. طب لما تبقى الار هي اللي كبيره جدا يبقى ال هيروح والار تطلع تحت بره الجذر، ار تربيع يطلع بار، يبقى كي في كيو على ار تربيع. ده يفكرك بالبوينت تشارج، شحنه نقطيه، لما تبقى الار بعيده اللاين ده كله يبان كانه نقطه بالنسبه لنقطه بعيده، لو بصيت عليه من 100 متر هتشوفه كانه نقطه، لكن لو بنتكلم عن نقاط قريبه جدا يبقى ال هو اللي كبير جدا، الار صغيرة والال كبيرة، هتبقى الاي ادي قانونها. طب اقدر اعوض في القانون ده في الحالتين، يعني ما ابصش لدول واعوضها؟ طبعا مفيش مشكلة، وهتطلع النتائج قريبة من ده، نسبة مثلا 1% فرق، 0.5% فرق، فمش هيفرق معاك كتير، حتى لو استخدمت ده ماشي الحال، استخدمت الصيغة المختصرة على حسب لما تبقى الار صغيرة جدا او الار كبيرة جدا، لكن في جميع الحالات تقدر تستخدم ده. طب اليونيفورملي تشارجد ثين رينج، عندنا رينج عليه شحنه منتظمه، بنتكلم عن المحور اللي طالع منها. لو بنتكلم عند نقطه او اللي هي نقطه المركز، الاي عند الاو بيساوي زيرو، لكن هنتكلم بقى على المحور اللي اسمه زد، فهقول الاي برضو بحسب الماجنتيود. ليه؟ لان ممكن تكون طالعه ممكن تكون داخله، على حسب هي موجبه ولا سبب. موجبه بتطلع لبره لو دي بوزيتيف، وسالب هتبقى داخله لجوه. طب ايه القانون؟ كي كيو زد تقسيم الار تربيع زائد الزد تربيع اس 3 على 2. الار اهي اهي، والزد باينه على الرسم النقطه اللي بحسب عندها، والشحنه اللي هي موجوده على التوتال اللي موجود على الرينج. طيب لو بنتكلم عند نقطة زي النقطة دي، زد بتاعتها بكام؟ بصفر، فالفورمولا هتديك صفر، فممكن تعوض فيها، وممكن تعرف ان الالكتريك فيلد عند المركز، لان كل الشحنات بتطلع خطوط، لو كان موجب بيطلع خطوط الكتريك فيلد بتكنسل بعضها، او لو كانت سالبة بتاخد عليها فبرضه بتكنسل بعضها. طيب كل لما امشي في اتجاه زد، زد لها قيمة، تقدر طبعا تحسب الالكتريك فيلد عند اي نقطة يديها لك. طب لو زد صغيرة خالص، يعني القيمة تبقى قريبة من الصفر، كل ما الزد تزيد شوية، طبعا بتزيد هنا وبتزيد هنا، فالقيم هتختلف. طيب لو عندنا يونيفورملي تشارجد ديسك، يعني ار ونفس الشحنة كيو موجودة على الديسك كله متوزعة عليه، ساعتها يبقى الالكتريك فيلد، برضو بتكلم على القيم، كيو على الـ A، ده بنسميه السيجما أو التشارج دنسيتي، يبقى السيجما اللي موجودة عليه الشحنة باليونت اريا، أو تقول كيو على A وتقسم على 2 إبسلون نوت، وجوه القوس 1 ماينس زد على الجذر التربيعي لزد تربيع زائد R تربيع، R طبعا نص قطر. طيب يضل عندنا الحالات الخاصة، لو عندنا
الزد صغيرة، بنتكلم على نقاط هنا كده اهو، او كان الار جدا كبير فالزد اقل كتير من الار، ايه اللي هيحصل؟ الزد قيمته قليلة قوي، فده كأنه مش موجود، وده على ده برضو مش موجود، فهيدينا الاي هتساوي كيو على ايه؟ على 2 ابسلون نوت. طب لو كان عندنا، طبعا لو بص الخطوط طالعه منه، لو كان عندنا ار كبيره جدا انفينيت بليت، قال لك كده، فهتعتبر على طول الحاله دي يعني الار انفينيت، وبالتالي الزد في جميع النقاط هتبقى صغيره، هتبقى الاي طالعه خطوط مستقيمه، وادي قيمتها، فنقول ادي القيمه ولو نلاحظ هنا مفيش زد، الكلام ده امتى ينطبق؟ بس لو كانت الزد صغيره مقارنه بالنسبه للار. طب لو عندنا بليت زي كده وبليت تاني، واحد موجب واحد سالب، فالبليت الموجب هيطلع القيمه دي، والبليت السالب كمان هيسحب قيمه، هيسحب الكتريك فيلد بنفس القيمه دي، فلو جمعوا مع بعض، فلو كانوا تو بليتس هيعمل اي بتساوي كيو على ايه؟ على 2، وده هناخده بتفصيل في حاجه اسمها الكاباستور. هناخد دلوقتي مجموعه امثله واسئله على الثري فورمولاز دول، وبعدين نرجع تاني نتكلم عن حاجتين في بقيه الموضوع بتاع الديستريبيوتد تشارجز، اللي هما الكاباستورز والسفيرز سواء شيل او سوليد سفير. Figure shows a disk shaped region of radius 2 cm on which there is a uniform electric field of magnitude 300 volt per meter at an angle of 30 degrees with the plane of the disk. يبقى الديسك نص قطره 2 سنتيمتر، الالكتريك فيلد شدته 300 فولت بير متر او ممكن نقول نيوتن بير كولوم، بزاوية 30 درجة مع سطح الديسك. بيسألني assume that n points upward in the positive y direction، دايما ال n لأي اريا العمودي عليها، بس ممكن يبقى لفوق او لتحت او اقل فوق. Calculate the electric flux on the disk and include the correct units. يبقى عايز يحسب الflux ونكتب اليونت بتاع الflux. الflux بيساوي E dot A أو E A كوساين الزاوية بين ال E وال A. ال E أهي وال A اتجاهها هو العمودي على السطح بتاعها اللي هو الفوق في اتجاه البوزيتيف واي. الزاوية مع البلين 30 يبقى الباقي 60، يبقى زاوية بين الـ A بين الـ E والـ A اللي هو العمودي على السطح 60 درجة، فممكن أقول الفلكس بيساوي الـ EA كوساين الثيتا. الـ E داني 300، الأريا عبارة عن ديسك أو يعني دايرة، فباي R سكوير كوساين الزاوية اللي بينهم 60، فطلع ناتج 0.188. الوحدة ايه؟ الـ E عبارة عن فولت بير متر، في متر سكوير يبقى فولت متر، أو ممكن نقول يعني ده وحدة، أو ممكن نقول كمان إن الـ E عبارة عن N على كولوم، نيوتن على كولوم، أضربه في متر تربيع يبقى نيوتن متر تربيع على كولوم، تكتب أي واحدة في الاتنين دول صح. A rod 14 cm long is uniformly charged and has a total charge of minus 22 microcoulomb. Determine the magnitude and direction of the electric field along the axis of the rod at a point 36 cm from its center. يعني المسافة من هنا لهنا 36 سنتيمتر، والشحنة عندنا minus 22 مايكرو كولوم. لو خدنا الصيغة التقريبية هنعتبر ان كل دي كأنها شحنة نقطية هنا، ونطبق القانون اللي هو E كماجنتيود بيساوي ال K في ال Q على المسافة اللي اسمها X او R تربيع، سواء X زد اي حاجة، 22 10 سالب 6 على 0.36 حولتها متر، وهنا 9 في 10 أس 9.
9 في 22 10 سالب 6 تقسيم 0.36 تربيع يساوي 1.53 10 أس 6 نيوتن على الكل. ده البارت ايه اللي هو الماجنتيود. الدايركشن طبعا خد الكتريك فيلد بتكون خارجة من الموجب وداخلة على السالب، فنقول هيكون اتجاهه كده فلفت. ده الحل الابروكسيميتلي. طبعا في حل اكثر دقة المسافة، لو خدنا شريحة بالمنظر ده هتكون طولها او بعد الار يعني 0.36 ماينس المسافة دي اللي هنسميها اكس او ار اي حاجة، والحتة دي هتكون لمدة في الدي اكس، وساعتها الاي كماجنتيود هيساوي الدي اي الاول بتساوي كي في دي كيو على ار سكوير، يعني كي الدي كيو اللمدة في الدي اكس اللي هي الدي كيو، اللمدة هتساوي الكيو على الطول اللي هو 0.14، ده الدي كيو، دي اللمدة في الدي اكس على المسافة اللي هي 0.3x ماينس x الكل تربيع. طبعا الكلام ده مش مطلوب منك، ولكن عشان تعرف يعني accuracy بقى قد ايه، طبعا هيطلع قريب من الرقم ده k q على 0.14، دي ثوابت تكامل 1 على 0.3x ماينس x الكل تربيع دي اكس. طبعا ممكن تكملها بايدك، ممكن تكملها بالآلة زي ما انت عايز. لو عايز تكملها بايدك تبقى ماينس 2، تزود الاس يبقى ماينس 1 على ماينس 1، ومن 0.07 ماينس 0.07 ل 0.07 سالب 7 سنتيمتر ل 7 سنتيمتر كلها 14. لو كملتها بالآلة هتقول دي 9 في 10 اس 9 22 في 10 سالب 6 على 0.14 في التكامل ده على بعض، هقول تكامل 1 وتحت 0.36 ماينس الفا اكس تربيع، والتكامل من ماينس 0.07 وفوق 0.07 يساوي، فطلع 1.227. هضرب الرقم الكلام ده فيه 9 × 10 9 في 22 × 10 سالب 6 تقسيم 0.40 يساوي 1.59 في 10 أس 6 نيوتن على الكولوم. طبعا يسار ان الشحنة سالب. الفرق هنا 1.53 صيغة تقريبية اعتبرناها شحنة نقطية، وهنا جبنا الصيغة الدقيقة او القيمة الدقيقة بالتكامل. As shown, a thin ring of radius A equals 10 cm is uniformly charged with a linear charge lambda 100 newton coulomb per meter. Find the total charge and electric field at point P at Z equals 1 meter. أول التوتال تشارج الQ توتال بتساوي اللمدة، دي شحنة كولوم بير متر يبقى اضربها في طول اللي هو 2 باي ار يديني التوتال تشارج. هنا 110 سالب 9 الار اللي هي الاي 10 سنتي، 110 سالب 9 في 0.2 باي، فطلع 6.28 10 سالب 8 كولوم. نستخدم الصيغة عشان نجيب الاي
الماجنيتيود طبعا ده بوزيتيف شار، يبقى الخطوط الالكتريك فيلد تبقى خارجه في الاتجاه ده، هتساوي كي في كيو، المحور اسمه زد، يبقى زد على الاي تربيع زائد المسافه تربيع للبحث عند النقطه، الكل اس 3 على 2. الكي 9 في 10 اس 9 موجوده في الشيت، ما تبرشمهاش. الكيو اهي 6 2 8 10 سالب 8، الزد قال لي متر، وهنا 0.1 سكويرد. الرقم ده كيو هضربه في 9 10 9 واقسمه على 0.1 سكويرد زائد 1 أس 1.5، 50 7 نيوتن بير كولوم. اتجاهه هيكون طبعا يمين لان الشحنه بوزيتيف، لو كان نيجاتيف كان داخل على الرينج. As shown a ring of radius A equals 12 سنتيمتر is uniformly charged with a linear density lambda minus 120 نيوتن كولوم بير متر. Find the total charge and electric field at a point P at a distance Z equals 1 meter from the center of the ring. طبعا الالكتريك فيلد هيبقى يسار، يعني الشحنة سالبة، فخد الالكتريك فيلد تروح عليها. طبعا كده الواي ضايع الواي، يبقى بس في اتجاه الاكس. الأول نحسب توتال تشارج اللي هي بتساوي اللمدة في الطول الكلي اللي هو 2 باي ار اللي هو محيط الدايرة. الار اللي هي الاي 0.12، اللمدة ماينس 120 10 سالب 9 في 2 باي في 0.12، فطلع ماينس 90.5 في 10 سالب 9 كولوم. نستخدم صيغة الالكتريك فيلد، نحسب الماجنيتيود، عرفنا الاتجاه يسار كي كيو زد على اي تربيع زد تربيع اس 3 على 2. الكيو اهي، الكي 9 في 10 اس 9، الزد قال لي متر، وهنا 0.12 تربيع، فهضرب الرقم ده في 9 10 9 تقسيم 0.12 سكوير بلس 1 سكوير أس 1.5. كماجنيتيود هيساوي 7 مرة تاني 9 10 9 90 بوينت كنتش أنا حاطط سالب 9، يعني نفس الناتج بس في 1 10 سالب 9، 7 9 7 نيوتن بير كولوم. ده الماجنيتيود، الاتجاه طبعا يسار، يبقى كماجنيتيود اهو كاتجاه، والتوتال تشارج هنا. تو بارالل سيركولار رينجز اوف راديوس A بتساوي 0.2 متر have their centers the x axis and separated by a distance 1 meter اللي هي بينهم دي. بقول if ring 1 اللي هو ده has charge 10 مايكرو بالبلس ورينج 2 minus 10 مايكرو، يعني قد بعض، بس واحده موجب واحده سالب. بقول find the electric field E at A اللي هي الميد بوينت between them magnitude ودايركشن. احنا عارفين طبعا، خلينا نشوف الشكل ده الاول. لما يكون عندنا رينج يطلع منها الاي في اتجاه السنتر بتاعها، لو كان موجب يطلع لبره، ولو كان سالب زي كده يدخل عليها، يعني ده اللي هو السالب داخل عليها كده والموجب طالع كده، فالاتنين مع بعض ادي اي 1 وده اي 2.
وطالما المسافة متساوية والشحنة متساوية يبقى كمان الاي متساوي، يعني الاي واحد يساوي اتنين، يعني الاي الكلية اتنين من واحدة فيهم. وادي قانونها اهو، تعالوا نكتبه. هي الاي توتال بقى هتساوي ايه؟ هتساوي اتنين، لان هيتجمعوا في كي اكس كيو على الاي تربيع الاكس تربيع اس تلاتة على اتنين. الكي بتسعة عشرة تسعة، الاكس المسافة من هنا لهنا نص، كلها متر مقسومة على اتنين، الشحنة عشرة مايكرو، طبعا ما تاخدش سالب ولا موجب، احنا خلاص الاتجاهات بتتحدد من البلس والماينس على الرسم. الاي بوينت تو والاكس نص تربيع، يبقى هقول كده اتنين في تسعة عشرة تسعة في نص في عشرة مايكرو اللي هي عشرة سالب ستة تحت بوينت تو تربيع مع نص تربيع، اقفل قوس اس واحد نص ليه تلاتة على اتنين، يطلع رقم كبير بس هو صح، نص عشرة في عشرة سالب ستة مظبوط. هعمل له انج، فهقول يساوي خمسة سبعة ستة في عشرة أس تلاتة نيوتن على الكل. A uniformly charged disk of radius 35 centimeter carries its charge with density 7.9 times 10 to the power minus 3 coulomb per meter squared. Calculate the electric field on the axis of the disk at 5 centimeter from the center of the disk. طبق القانون مباشرة، طالما الشحنة بوزيتيف هيخرج منها E، قانون سيجما على 2 إبسلون نوت ده للإنفينيت بليت، طالما ليه أبعاد مش إنفينيت، واحد على الجذر التربيعي الواحد R تربيع على X تربيع. القيم سيجما بسبعة تسعة من عشرة، عشرة سالب تلاتة، إبسلون تمانية تمانية خمسة، عشرة سالب اتناشر، ال R خمسة وتلاتين سنتي وال X عايزها عند خمسين سنتي. أقول سبعة تسعة من عشرة، عشرة سالب تلاتة، تقسيم اتنين، تمانية تمانية خمسة، عشرة سالب اتناشر، واحد ناقص جذر التربيعي واحد زائد بوينت ثري فايف سكويرد على بوينت فايف سكويرد، يساوي تمانين وسبعة من عشرة في عشرة أس ستة نيوتن بير كولوم اتجاه إيما. A uniformly charged disk of radius 38 centimeter carries its charge with density 8.2 times 10 to the power minus 3 coulomb per meter squared. Calculate the electric field on the axis of the disk at 56 centimeter from the center of the disk. قانون ال E طالما دي positive يبقى تطلع في اتجاه ال positive X، بيساوي سيجما على 2 إبسلون نوت. لو عندنا infinite disk ده القانون، لو عندنا disk radius R معروف يبقى واحد ناقص واحد زائد ار تربيع على، لو ده اكس يبقى اكس تربيع، لو زد يبقى زد تربيع. نحط القيم تمانية واتنين من عشرة، عشرة سالب تلاتة، تمانية تمانية خمسة سالب اتناشر، الار ثيرتي ايت نحوله متر، والاكس
0.56 تربيع. تعويض مباشر، تحسب او تاخد الناتج من صاحبك اي حاجة، بس يعني صاحب يكون عدل يعني شاطر. بعدين فائدة الصحوبية، واحد ناقص واحد زائد 0.38 سكويرد تقسيم 0.56 تربيع. وطلع أولموس 80 في 10^6 نيوتن بير كولوم واتجاه يمين. The following figures shows two concentric thin spherical shells, sphere A of radius r equals 5 cm, total charge 5 nanocoulomb, sphere B r equals 9 cm with charge minus 25 nanocoulomb. What is the net electric flux through the spherical surface of radius r equals 15 cm encompassing the two charges QA and QB؟ يعني عايزين سطح كرة يحتوي جواه two charges، طالما هو 15 سنتي يبقى اكيد يحتوي جوه كل التو تشارجز اللي موجودين على سطحين السفيريكال دول. هنقول ان الفاي الكتريك فلكس بيساوي الكيو انكلوزد على الابسلون نوت. الكيو انكلوزد عندنا 5 نانو كولوم وماينس 25، الابسلون نوت رقم ثابت، يبقى ماينس 20 نانو على الابسلون نوت يديني ماينس 2260 نيوتن متر سكوير بير كولوم. في البارت بي بيقول use Gauss's law to find the electric field at a distance r equals 12 سنتيمتر from the center of the spheres. على بعد 12 يعني نفس الفلكس ال EA كوساين الثيتا بتساوي ال Q enclosed اللي هو الفلكس يعني على الابسلون. احنا حسبنا الفلكس خلاص اللي هو شوية دول ماينس 20 نانو كولوم. الاريا 4 باي عند نص القطر اللي هو عايزه اللي هو 12 سنتي يعني 0.12 تربيع، يبقى هقسم على 4 باي وعلى 0.12 سكويرد يديني ماينس 12.5 10^3 نيوتن بير كولوم. جبنا البارت A البارت B البارت C نفس الشيء. What is the electric field at R equals 8 سنتيمتر؟ طالما 8 سنتيمتر يبقى معنى كده يحتوي بس الشحنة الموجبة اللي هي 5 نانو، لأن 9 بره 8 يبقى 5 × 10^9 وادي الإبسلون، وال A 4 باي 8 سنتيمتر. يبقى معنى كده هقول 5 × 10^9 طبعا ده موجب على 8 × 5 × 10^12 على 4 باي 0.08 سكويرد. فال E هتساوي مرة دي 7 25 نيوتن بير كولوم، ده موجب ده سالب. اخر بارت بيقول وات ذا الكتريك فيلد ات ار ايكوالز 3 سنتيمتر فروم ذا سنتر اوف ذا سفيرز. طالما 3 سنتيمتر معناه ان مفيش اي شحنه جوه، الكيو انكلوزد بزيرو، وطالما دي زيرو وبغض النظر ايه هنا اي قيمه تنزل هنا هتبقى الاي ايكوالز زيرو.
uniformly charged disk radius B with charge density sigma. في البارت A بيقول find the electric field at all points on the axis of the disk. لما شرحنا uniformly charged disk أثبتنا بدأنا من المعادلة دي للرينج ده، قلنا إن الدي إيه بتساوي كي دي كيو على ار سكوير كوساين تيتا، وكملنا لغاية ما وصلنا للشكل ده. في أي نقطة على الأكسس الإي بتاعتها أهي سيجما مقسومة على اتنين إبسلون نوت واحد ار سكوير على زد تربيع. لو ده محور اكس يبقى ده اكس. يبقى بيقول find electric field at all points on the axis، اي نقطة على الاكسس بتاع الديسك. B show that for points on the axis and far from the disk، يعني نقطة الزيت بتاعتها كبيرة جدا. The electric field approaches that a point charge at the origin with the same charge at the disk. بيقول لو بعدت النقطة دي جدا تلاقي الخط كبر كده، الثيتا تبقى حيل صغيرة. يعني نتخيل كده الثيتا صغيرة جدا almost zero، كل ما تكبر almost zero، وبالتالي كوسين الزيرو بواحد. اذا الدي اي بتساوي كي على الراديوس ده، يبقى كأنه حاجة صغيرة قوي لما الرقم ده يكبر، فيبقى على ار سكويرد او بي سكويرد ودي كيو وهنا واحد. اذا الاي لو كملنا هتطلع كي في الكيو كبيره بقى على البي سكوير، اللي هو لو بوينت اتشارج نفس القانون. طيب في البارت سي شو ذا for uniformly charged disk of infinite radius، يعني ده كبير جدا. بيقول the electric field is uniform constant، يعني واحنا عارفين لما ده يكبر خالص، لما ال r almost ما لا نهاية هتبقى لي سيجما 2 epsilon نوت 1 ناقص ده ما لا نهاية، 1 على ما لا نهاية بزيرو سيجما everywhere. يبقى دي اجابتنا.